بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل كلامنا في كورس سي بلس بلس. المرة اللي فات كنا اتكلمنا عن الماثماتيكال اوبريتورز وقلنا هنستعملهم ازاي، واتكلمنا عن الكاستنج للفاريابلز. النهاردة هنتكلم عن حاجة برضو ليها علاقة بالفاريابلز. نفرض ان احنا عندنا فاريابل واحد اللي هو اكس ده، وانا عايز اخلي اليوزر يدخل اكس، وبعد كده عايز اخلي ان الاكس بيزيد عليها 3، يعني اكس يعني زائد 3 اضيف عليها 3. انا لو جيت قلت له اكس زائد 3 كده هو مش هيفهمها، هو يعني لغاية دلوقتي هو لازم يعمل عملية اسمها assign علشان القيمة تتحط جوه الاكس، لازم احط اليساوي، ما ينفعش ما احطش اليساوي في اي عملية. الكمبيوتر بالنسبة له اكس زائد 3 دي ما بتعملش اي حاجة، فلازم اجي هنا اقول له ايه، اكس بتساوي اكس زائد 3. طب انا مكرر الاكس مرتين، انا مكرر الاكس مرتين علشان يحلوا المشكلة دي او علشان يسهلوا الموضوع ده شوية وما يبقاش فيه تكرار في الكتابة. عملوا حاجة اسمها شورت كات اوبريتور. يعني ايه شورت كات اوبريتور؟ اختصارات للاوبريتورز بتوعي، بدل ما بكتبهم، بدل ما بكتب الفاريبل مرتين بكتبه مرة واحدة، وبكتب الاوبريتور وبكتب القيمة اللي انا عايز احطها وبكتب العلامة بتاعت الاساين. طب بكتب الكلام ده ازاي؟ مثلا انا عايز ازود على رقم، بقول له بلس ايكوال قبل الناحية دي الفاريبل نيم، variable name plus equal ال value اللي هي هتضاف ال ايه ال add value مثلا. في الحالة دي معناها ان انا بقول له ايه، يعني انا لو جيت قلت له زي ال x زائد x بتساوي x زائد 3 دي، لو قلت له x plus equal 3 قصده بيها x بتساوي x زائد 3. طب هي الموضوع ده معمول على الاد بس؟ لا، معمول على الاد وعلى الماينس وعلى الديفيجن وعلى الملتيبليكيشن وعلى الموديليشن، على كلهم. فانا عندي كده بلس ايكوال ماينس ايكوال ملتيبلاي ايكوال ديفيجن ايكوال موديلس ايكوال، كل دولت بيستخدموا نفس الشورت كات اوبريتورز. طب نجرب كده نعمل لهم سي اوت ونشوف شكلهم. انا هاجي هنا اهو اقول له سي اوت اكس، او بلاش سي اوت، هقول له اكس بلس ايكوال 3 سي اوت اكس، وادي اند لاين سي، بعد كده اكس ماينس ايكوال 2 مثلا، وادي سي اوت للإكس وإند لاين، بعد كده إكس في إيكوال 2، وأدي سي أوت للإكس بتاعتنا وإند لاين، بعد كده إكس على إيكوال 3 وسي أوت، ادي الاكس وادي اند لاين. نجرب كمان اكس مودولس ايكوال 2 مثلا وسي اوت للاكس واند لاين، تمام. احنا كده قلنا بلس 3 ماينس 2 في 2 على 3 مودولس 2. نجرب نشوف الران. نجيب الشاشة كده بس شوية عشان تبقى العمليات قدامنا عشان ما نتلخبطش. انا هدخل الاكس بعشرة، عشرة زائد تلاتة تلتاشر، تلتاشر ناقص اتنين حداشر. الاكس حصل لها ابديت، انا ما بحسبش على العشرة كل مرة، انا هحسب على الجديد لان الاكس هي اللي اتعدلت، بقت حداشر. بعد كده حداشر في اتنين باتنين وعشرين، اتنين وعشرين على تلاتة فيها سبعة وكسر، الكسر طار ليه؟ علشان انتجر على انتجر. لو كنت عايز احولها لفلوت كنت هعمل ايه؟ هقول له يساوي 3.0. طب اكس على 3
الاكس بتاعتي بسبعة، سبعة على تلاتة فيها الاتنين، ومتبقي معايا واحد فعلا نفذ لنا العمليات زي ما احنا عايزين. تمام، دي الشورت كات اوبريتورز كأول جزء. طب في عندي حاجة تانية اسمها الانكريمنت والديكريمنت. يعني ايه انكريمنت ويعني ايه ديكريمنت؟ الانكريمنت والديكريمنت بمنتهى البساطة كده ان انا ازود واحد على الرقم، ان انا اقول له كل مرة زود لي واحد على الرقم. طب بزود واحد على الرقم ازاي؟ هاجي اقول له هنا اكس بتساوي اكس زائد واحد، او اكس بلس ايكوال واحد. برضو العملية دي لقيونا بنستخدمها كتير، فعملوا لها اختصار تاني بشكل مختلف، بان انا كل الحكاية ان انا هقول له اكس بلس بلس، او هقول له بلس بلس اكس. نفس القصة للتنقيص، ان انا اقول له اكس ماينس ماينس، او اقول له ماينس ماينس اكس. طب ما دام هي هياها ليه عملوها على الناحيتين؟ اكيد مش يعني مش عاملينها كده منظر، لا هي ليها اسباب. دي حاجه اسمها بوست فيكس وبريفكس. هنجرب نعرف فاريبل عندنا اسمه واي ونشوف الناتج بتاع الكلام دوت، او من غير ما نعرف واي هنعمل سي اوت لاكس بلس بلس، وسي اوت لبلس بلس اكس. هحط بس اند لاين وهشغل. دخلت الاكس باتنين، طلعت لي اول مرة اتنين، تاني مرة اربعة. طب ما هنا هي زادت، ليه ما طلعتش بتلاتة؟ هي بقت تلاتة، لان اللي باين ان انا في اللي بعدها هي زادت بقت اربعة، هي ما نطتش اتنين مرة واحدة، هي زادت واحد. الفكرة كلها ان انا لما اقول له سي اوت اكس بلس بلس، معناها ان انا بنفذ عملية السي اوت على الاكس، وبعد ما انفذ عملية السي اوت بزود جوه الميموري على الاكس واحد. انا اتأجلت عملية الجمع بعد عملية السي اوت، مشيها بالترتيب. تمام، انما لما جيت قلت له سي اوت بلس بلس اكس، انا قلت له لا يا باشا زود لي الاول، وبعد ما تزود حط لي الايه السي اوت. يعني قدمت العمليه على الفاريبل نفسه. يبقى الفكره كلها بين البوست فيكس والبريفكس، او ان انا احط العلامات الاول او احطها بعدها، ان انا بقول له ينفذ مين الاول. انا لما اقول له سي اوت اكس بلس بلس بلس، معناه انا بقول له اظهر لي الاكس، وبعد الاكس ايه زود لي واحد. طب لما اقول له سي اوت بلس بلس اكس، يبقى انا بقول له زود لي على الاكس واحد بعدين اظهرها. نفس الفكره في الماينس ماينس. لو جيت هنا قلت له سي اوت اكس ماينس ماينس، وسي اوت ماينس ماينس اكس، وجينا عملنا تشغيل وهدخل الاكس بخمسة، خمسة بقت ستة في الميموري، بقت سبعة بعدها في البلس بلس اكس. ماينس اكس ماينس ماينس ظهر لي الاكس زي ما هي بسبعة، بس الاكس في الميموري بقت بكام؟ بستة. تمام، الاكس دلوقتي بستة، انا قلت له ماينس ماينس اكس، هيجي تروح لي الاول واحد من الاكس. تمام، يبقى بالظبط كده. هنا هنيجي نعملهم تاني كده عشان يبقوا واضحين معانا. هنا الاكس ان سي اوت هتساوي كام؟ مثلا لو قلنا ان هنا اليوزر دخلها بخمسة، هتساوي خمسة ان ميموري هتساوي ستة. هنا في السي اوت بسبعة، في الميموري بسبعة. طيب هنا في السي اوت بسبعة زي ما هي، في الميموري بستة. هنا في السي اوت بخمسة، في الميموري بخمسة. تمام، اتمنى اكون افدتكم في الدرس ده. وبكده احنا انتهينا من السكشن الاولاني، السكشن الثاني سوري، من الكورس. ان شاء الله في كويز في نهايته، اتمنى يفيدكم. والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.